اتفضل عمو. حملة لننهي شرر الأطفال بسوريا تقيم مديرية صحة حلب بالتعاون مع فريق لقاح سوريا بالقيام بالحملة 15 لننهي شرر الأطفال بسوريا. مدة الحملة 6 أيام تبدأ من 29/4 حتى 4/5. لا مو يعطيك النفاخة طلعت؟ هذيك شو الأمر هاي؟ فجار توم. حاليا نحن عم نقوم بجوله بمخيم الكمونه. طبعا نحن هلا حاليا بحمله للقضاء على مرض شلل الاطفال اعتبارا من اعمار منذ الولاده حتى ال5 سنوات حتى نقضي على مرض شلل الاطفال بسوريا. نتمنى من جميع اهالينا التعاون مع فرق اللقاح. طبعا فريق اللقاح عندنا مدرب بشكل جيد، اللقاح مراقب من منظمه الصحه العالميه، في عندنا منظمة مراقبة حيادية الهلال القطري، الفرق تقوم بعمل على أكمل وجه، وإن شاء الله تعالى ننجز الحملة وننهي الحملة بسلامة ونأمن الوقاية من مرض شلل الأطفال بسوريا لكل أهالينا. لا مش عارف.